نعلن عن انطلاق اتحاد للرياضة الوطنية الفلسطينية للألعاب الإلكترونية. الرياضة إلنا تعني رياضة أولاً، ولكن ثانياً هي منصة إلنا نذكر العالم بالشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. جداً إنه في مجتمع إنه خلي حد يهتم بإحنا كأننا كلاعبين، يعني كثير منشوف بطولات وما منشوف عنا يعني. بس شكراً لشركة بالتل، وتجربة اليوم كانت كثير حلوة، يعني سلاسة النت وسرعة النت الفائقة هاي، فأفرق معي كلاعب أنا يعني على اليوم لو يكون متوفر عندي في البيت هاد. بطولة رائعة وممتعة جداً يعني، والنت سريع يعني سريع يعني على الآخر. كثير مبسوط إنه في يعني أشياء قدموها للشباب الفلسطينيين، وإنه يطلعوا الإبداعات اللي عندهم، يطلعوا المواهب اللي عندهم. يعني كثير يعني الجائزه انه مرتبه اولى واول بطوله بفلسطين. يعني بحب اشكر بالتل على التنظيم الحلو، ما في حدا عمل تنظيم النشاط من قبل، وبتمنى يكملوا بالتنظيمات لهالبطولات.